في خطوة تعتبر سابقة من نوعها، تدرس الحكومة الجزائرية مشروع قوانين قد تشرع الوساطة والتسوية الودية بين الجهات القضائية والمتورطين في قضايا نهب واختلاس أموال أو تهرب جمركي أو ضريبي لتسوية أوضاعهم عن طريق وضعهم تحت الرقابة القضائية بدل السجن، لإتاحة الفرصة لهم لإعادة الأموال والعائدات قبل اللجوء إلى المحاكمة. وزارة العدل الآن تأتي إلى خطوة أخرى استباقية، بدل ما نضع الشخص المشتبه به أو المتهم في السجن نتعامل معه بطريقة أخرى، كأن يوضع في فندق معين أو في إقامة معينة ويتم التحقيق معه. هناك تحقيق مالي أولي، إذا كان التحقيق المالي أفضى إلى وجود أدلة وقرائن فهنا يكون بعد ذلك التحقيق قضائي. القانون الذي يناقش على طاولة مجلس الأمة الجزائري والذي ينضوي في إطار غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سيسمح بتوسيع مجال الرقابة القضائية خلال مرحلة ما قبل المحاكمة مع المتورطين للتمكن من ملاحقة الأموال المشبوهة حتى ولو كانت مسجلة بأسماء أقارب المتورطين لإخفاء هذه العائدات. هذا النوع الجديد من الطرق البديلة، وأيضا إدخال 2500 وسيط على المستوى الوطني، ومن بين هؤلاء الوسطاء 200 وسيطة، وهذا على مستوى 48 مجلس قضاء. إذن الوساطة في الجزائر هي وساطة قضائية. تعديل القانون المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يأتي حسب وزير العدل الجزائري في إطار مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وملائمة المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر. وفي حال مر هذا القانون فإنه سيكون التعديل الثالث من نوعه الخاص بغسيل الأموال بعد ذلك الذي عدل العام 2012 و2015، تشريع جديد ترى الحكومة فيه آلية لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية. نازر واتسكينيوز عربية الجزائر.